وصلنا لآخر قسم من الحلقة الأخيرة من مذيع العرب. خمس مشتركين كل واحد منهم بيتمنى يكون هو الرابح والحاصل على أعلى نسبة من تصويت الجمهور طبعاً، وكلهم بيحلموا أنه ياخذوا اللقب. توني شايف في شيء على المسرح. أنا عايزة ليلة. بس أقول حاجة صغيرة قبل ما نوصل لنهاية الحلقة. عندي في مصر، في بلدي اللي فيها مسلمين ومسيحيين كتار، مجتمع متصالح جدا مع نفسه، أول ما بيجي شهر رمضان كل حي وكل حارة وكل بيت في بلدي بيعلقوا فوانيس رمضان، مسيحيين ومسلمين. عشان كده أنا النهاردة جبت الفوانيس دي كلها من مصر، عشان عايزة أقول لكل اللي هنا ولكل الوطن العربي رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين يا رب. وانت طيبة يا ليلى. رمضان كريم عليك وعلى كل المشاهدين. ممكن أوزع على الناس، وإن شاء الله بيحمل السلام والأمان وراحة البال. وليلى حابة تقدم الفوانيس للموجودين معنا، وبلشت بالأساتذة. كل سنة وانت طيب. حلوة هاي اللفتة كثير منك ليلى علوي. ست الكل إن شاء الله يا رب هذا الشهر الفضيل بيحمل معه الخير والسلام للجميع، لكل البلاد اللي عندها أوجاع. طبعا منى عم تساعد ليلى بتوزيع الفوانيس. هلا أنا عم بعلق على عرض مباشر عم يصير قدامي مثل المشتركين اللي كانوا يعملوه بالحلقة الماضية. طوني كمان عم ساندرا علوش عم تساعد ليلى بتوزيع الفوانيس على. طيب أنا ما حدا بده يعطيني فانوس. خليل جمال، محمد الجنيبي، المشتركين كلهم عم يساهموا بهذا المهرجان. نحن هلا صرنا عم نشوف مهرجان فوانيس رمضان، شهر رمضان الكريم اللي بيحمل معه الخير لكل الناس، لكل الناس من كل الطوائف من كل الأديان. ومتمنى من كل قلبي هذا شهر رمضان فعلا يكون نهاية عذابنا كلياتنا. ليلى كل عام وانت بخير، كل سنة وانت طيبة. عايزة كمان أقول لكل الوطن العربي يا رب سلام وأمان وحب واستقرار بالشعوب وبالحكومات وبالشعوب أكتر، لأن الشعوب هي اللي هتقدر تسيطر على كل أحلام الوطن العربي. يا رب. وأنا بضم صوتي لصوتك يا رب. أمان وسلام يا رب. Thank you. Sorry أني عطلتكم.